اتون في 15 شهر 8 زعما ديال السنه الخريطه الساكنه كتجمع واحد العريضه احتجاجيه قدمناها للسلطات المحليه على من اجل تشوفنا المشكل وتحدد المشكل. مشينا رسمنا رئيس الجامعه قلنا له شنو كاين وكيقول لنا بالجمله سيروا ديروا مظاهره بهاد الصيغه هادي. قالوا صافي مادام انك انت ما بقى خرج الامر يدي مشينا درنا مظاهرات وعندي الوثائق ديال العريضه الاحتجاجيه وجلسنا في حوار مفتوح مع السلطات لا في المستوى ديال الجماعه ديال العناصر لا مع السيد العامل، لكن عطاونا وعود باننا غادي نشوفوا لكم حلول انيه ما توصلنا بوالو. هي دابا تقريبا دابا عام وشهر عام وشهر بالضبط ما توصلنا حتى شي حاجه ما كاين والو. مشيت البارح درت واحد المعاينه ميدانيه للبئر اللي شافوه داروه بواحد الطريقه اللي عشوائيه، هو اصلا داك البئر ما غير صالح للشرب وتدارت له تحليلات سابقه وترفض، وداك البئر اصلا كان مستنقع الله يلا مستنقع لرمي النفايات حفاظه الاطفال وجثث ديال الكلاب حاشاكم الكلاب والحمير، والبئر في حاله يرتلى. طالبنا شكاية أخرى شفوية السيد القائد اللي جا للتحق القيادة ديال العناصر، هضرنا معاه بواحد خمسة العناصر قلنا له واش ممكن قلنا هو الناس كيعانيو واحد الأمراض مزمنة مثل القواطخ، كاين الناس كيعرفوا عندهم القواطخ، عندهم الناس ديال الباتيس، والباتيس راه مريض خطير أكثر من التهاب السيدة ما يسمى بالإيدز راه خطير. لكن السلطات كتعطينا وعود كاذبه ما عرفناش شنو غندير. كنتمناو ان السلطات المحليه تنخرط معنا وتدخل بشكل فعلي، لان زمن دي بلا بلا انتهى، زمن دي ديالوج انتهى. حنا كنامنوا ما هو عملي، الا كاين شي حاجه عمليه يجيو يوريوها لنا في الميدان. شنو هي المطالب ديالك؟ المطالب خصهم يجيو يديروا لنا الماء الصالح للشرب، بعدا خص السكينه تستافد من الماء الصالح للشرب، لان اساس الدوله العادله هي ان تربط جميع الساكنين يتوفروا على الماء الصالح للشرب، وتوفروا بالشبكه ديال الكهرباء، وتوفروا على الصحه. راه واحد المشكل عاود ديال الصحه اللي هو راه معروف هادشي في المغرب ماشي غير في المنطقه ديالنا، وكنشوفوا حلول عاجله لان الوضع راه خطير جدا. السلام عليكم.